يومين وعز زميلي شغيني انا مديني الحمد لله وشغ ثني قابي قيت ما انا وياش نعمص وزن اخير عمص وزن اخير ولا مشيت عيد صرف راح زي يوض المعرفة اخو وضع ويك فاحن وضع ويك خيقر شي عيد وحد شي عيد يقل والدين شي عيد براثا ونس مهم انا ويا يعج انا مديني الحمد لله تيار الله تعالى باش هذي يعيح نفسيين يقصح عريب نام باش هذي يعيح يجزي تعيد ديه وما زي تعيد ديه مهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش تريد الأجواء أم وطاك يعني سحب أصحاب الخارج؟ واجن الفرق يمغى إيش الفرق ضم قران سوات تسعة وتشبو دروس مين اش غيري اصحاب الخارج خميت في الجاليه خميت في كلشي تيري مليح كلشي تيري التجاره تيري مليح حورين تيري مليح زكوسا شحال شي تيشتي كحوري ثمانية واد المليح يني توري المليحين الشين ولا يني عاود ثاني يني زنوز نقانا شط الطاسي نخصا الطاسي من زي صغوات شويه ملي تشاين هو بالنسبه الاصل ينوزي بن طيب الاجواء ديال العيد ذي بن طيب ما مناش غير نخدم من طيب كتا نجيب نقص نتا الطاس نيوذن شي جوع شي خريش هذي بوبرين المهم مناش غير نغوشي تعجب بورحال شكون عيد ديني شاس يا لا ما مشي دهوي نغاس نشا من يشتا بالناود ما ديك الصحه نمشي فطور عيد رعيد زكوزيشنا واخاك صغاري خيشنا شتي تبارك الله بدا يتفاخ وحوريشنا زعما مناش غير لا لا ولا يسوي ذا وانت بابا يسنا ذي خضار ضوليعه السلام عليكم عيدكم مبارك ساعي تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال على جميع الامه الاسلاميه ما مش ديتني يعني بالنسبه يعني الاجواء النعيد ما مشتو اسكواس هذا قبر يعني بطبيعه الحال الجو يعني باين ويتحدي يجيبو الشرح يعني والسان يقضي من فهمد العيوذاتي يعذون يعني احسن زبانتاتي لان تفهمت ولله الحمد والمنة ولاسباب يعني كثيره لاسباب يعني من ناحيه الاول كورونا جائحه كوفيد 19 ثانيا يعني الجاليه المقيمه بالخارج والطاق بحشيه سباسا وثانيا يعني الحجاج كذلك بالنسبه الى اير عيود يعني يا حوريين دونات تفهمت ولكن الحمد لله شي نتمنى يعاودنا ذي عيد مره مليح والحمد لله والتجاره ناقصه التجاره يا سكوسه يعني وجبهم شنو الاعوام اللي يعدون تغى التجاره كسحب الخارج تغى مليح ولكن خو من غير ما قدر الله شاء فعل لذة النعيد يعني ويقيم بهم مش تغى قبل فهمت يعني شنو من ناحيه فاميليه وقت وارد يعني فاميليه نقض عن فهمت على حساب كورونا غالي التسيد غا كحا غالي التيس يعني حتى الاجواء يعني الصباح بنا ما ديك كار ديك الوضوء ديال حق المسجد ويقيم شي ما مش توغي فهمت يعني تمسرقي ديك فاميليا كعزيزي جاك عوانتي جاك اخواتي جاك خواري شوي تجنش يعني تو تمسرقي ديال المسجد فهمت خو ويقيم بودقن يعني لا ما تقضي الغرض نش التليفون هو اخا بسم الله السلام عليكم بعد تشكري غنا دور بريسه بعد مشينا الكلمه واخا عيد مبارك سعيد خمار الأمة الإسلامية وتعاون النظام برا وأول خص الأجواء نعيد عام توارد جاي الطاس أصحاب الخارج والو توارد أزمار خدمة والو الطاس الحوايج من دون غيني بس قناعة تانية مش قناعة سوق وزغن غنعطي قبل العان توينا ذا الطاس نوينات باللعن مريتش باللعن ويناتي وذا ماني غاخدمان توارد بوبريثنا الضياع إوا قشميزي عام رعيد عام يبسر وذي والو والله العظيم يا خو كلشي والو خو بنادم غاس ميزي غيصغا حوري وين تقي الطاسني يقول شي عيات شوي عيات واش يتعلق في الجالية مالية واش يتعلق في الجالية الطاس خد التعاون هند ديال الطاس خمي طاقو حنا بعد توقيع شي حاجة نعرفوها شي حاجة نخدمات فانا متبروبيت شاري تاويت خو والو خش خلايا حنا وي وذا خش خو انا العيد خو يخدم ولادي جن اشنو سوق وزغا وذا تغط تغط الجالية مارة ايه واش تمنى خاصني فارجع بداك حنا مارة واخا توارد غادا ها مش راني خو كتوالد براني هنا انا لا قوي تعيش كتوالد الطاس نحوج التوينا كيس فهمت ايوا خصني نشكرك اني وطاس مره ونتمنى لازم انا تاعك حمر شينا كنو نزار بعدا فهمت ايوا اني وانا ماينا شكرا ايوا الاجواء الخشوه توارمي ولا صحاب الخارج مريتش بالله ايوا والو خو كوني شي خوار حسقت ايوا هني جابتني حفظ سيدي ربي ان شاء الله داك وحنا صح الدر هنا
ومي غتسكت بالضبط الرساله شنو يجي فاميليا مش في اوروبا تسكت مزيانين. ايوا ديني الطاس سكري عزيزي اجن عزيزي زي الخارج انا حسن ايوا شي جاب بير شي حفظ غنختاك وحنا ان شاء الله السلامه شكتا شكتا ونش تمرهناش فان غي الصباح تبارك الله هذا مقران شوي شوي الشيخ تبارك الله الشيخ سا الشيخ تاكريشت صافي من الشيخ شوا حفظ النظر كنت مليح مالتي مليح تمنيتي لي مليح علي مبارك سعيد من عقبة ما يسع الله ويده يعني مشكور الاجواء المعيد اللي كانت في النظر يعني زوين العيد مدوغ قبل حسن مدوغ قبل حسن ودوتو كوسي بالدر خفي كوسي ما تسبب ها؟ عايز يسحق كوي كورونا وا مش توران شين وانت ويرو بصحة من خارج التصداني دي الميمي ايوا خو الظروف كورونا ايوا الظروف كنا اي مالي ساعة الله ويدام كنا عاكو حي ساعة الله غاد شب فاميليا في الخارج انا فاميليا وا التص التص وا من دست غاهيني دي زادي كاميرا ما راخ الزان دي وا يعني تمنى تيلي مريح عقب اي مالي ساعة الله عاكو حا طما نم مشروع حوري مشروع حوري مليح يا سويه لا والو مليح مليح السلام عليكم من الجام الحساني عيدكم مبارك تعاودوا تصحوا لهنا ما رايتهم خلص الوطني داخل الوطني ما رايتو تمني صحاب الخارج هذاك حنوا مشكور الاجواء دي ضيق النظر اخوا اديني والو يخالف صغري خالف يعني مش تريد العيدة أجر عيد العام يعدون فاوز يعدون نقع يعدون نقع واني دايم موت و نسأول واني دواز عقل والله ما عقل قديس ونسخي ونسخي لحولي ونسخي والو مولا هرب عيش خيز من البطا نارا من البطا نارا ايوا فلوريت هو لو نوا دي الصباح دي الصباح ايوا دي 10 الصباح تاع بوتل ايوا صحاب الخارج والو والو صحاب الخارج من غتوجه لي صحاب الخارج انه رساله توجه لي صحاب الخارج نتمني غاتنا تيلي مليح اقسم بالله ان غاتنا دحني ان غني والو ماشي والو والو غات المد ميجي غادا تفن المد والو غات ايوا شكتو تمني غات انا ديال المليح دين الفرق بزاف حيت اسكوسا مش سقان نضوا اخوا بزاف على حساب كورونا على حساب تما يبدانو ديري في شازي برا نضوا اخوا بزاف اسكوسا تما دين الفرق ذا مقرن جا ازغت اسكوسا المشكل مزوارو هو هي كورونا كورونا هي صحاب الخارج تياني ندور ذا مقرن ذا مقرن يعني ما انتندينت و بس هو ميو ضاح شيء يعني يقيم يقيم الحريقة ينقص شوي ينقص شوي ينقص شوي يعني وقيم شامر بدا طبعا مش سقانا ديني صلاة الرحيم جاء الحباب فاميليا الأخرى ينقص شوي وذي نشد الزيارات بزاف يعني على حسابي على حسابي وذان يعني حتى ذي وذان بالدرن وذان طبعا زوارو قيم شرخه أحوري بريميرو الصباح دي جيت ياخص 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 دي جيت 225 وي أحوري دام قرانا الله يبارك فيك شكرا حاليا اش غادي نقول لك صراحه الجو ما راهش طبيعي ما كي ماشي كيف العاده كيف ما موالفين الجو ما تماش انا كنشوف حتى الناس ما لابسينش الكسود العيد كنشوف كاين لابسين واحد الكسوه متواضعه بزاف وهذا يعني ماشي بحال الايام الطبيعيه صراحه كنشوفوا اصحاب الخارج او الجاليه لا ما كاينينش لا اش من سبب اش من سبب جائحه كورونا هذا هو السبب لان الناس ما تلقوهمش باش يجيو بزاف الحوايج اللذه كاينه ما نقدرش نقولوا الكبده اللي راه تبدل المذاق ديالها هي اللذه كاينه ولكن الجو عامه ما زوينش ولكن الكبده راه زوينه في حد ذاتها راه ضروري زوينه شي حواليك كاين شي
ضروري ضروري الحولي اها الاصل ديالي مبني من لال عييت في بني ملال بزاف ديال المرات ولكن دابا مده ديال 8 سنين كنعيد هنا. فرق ما بين بني ملال والناظور؟ الناظور هنا ما عنديش العائله يعني كاين غير انا ولا فامي ديالي الصغيره ما كيجيوش عندي الناس ونمشي عند الناس. اما بالنسبه بني ملال عماتي خالاتي عمامي يعني كان فهمتي كيكون الجو عائلي كبير ماشي بحال دابا صغير صافي هذا هو الفرق. غنقول لهم كنبغيكم بزاف وما كرهش نعيدوا جميع في الناظور ولا في بني ملال فين ما المهم نكونوا جميع ونكونوا فرحانين وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذه الجائحه ونرجعوا نورمال كيف ما كنا. توارا الساكنه النظار كيجن وقت مثلا توغاتف عند سحاب الجاليه اني توغي تعيش عند اوروبا توغاديني شويه الحركه توغادي حتى ديني شويه الجو ذا سبحان العائله تمرقان تتصن حوايج ولكن ما مشتوارا مع ما الجائحه هي تسبب تصل المشاكل وشا ما مشتوارا ما الى حاليا العيدان خو يبدر كليا خل عيدني يعذون وان شاء الله سي ست ساونت هذه بدر الشغر والساكنه نعرف مرات تزور ما مشتوغا العائله هذ مسرقان وشا الاوضاع السابقه تزور ما مشتوغا سي قبل هذه النظار كورنيش دعوه تسويت الصباح موت تيتيزي قرخوا والو تيتيز البشر والو تجيبهم وسني عذون تغامون الحركه رخوا والو تغيني سنوزان رختوا والو عام سبحان الله وصينا مين ترقف ذي النظر الدعوه وصينا مين يوقع اني امي وضعك بحل اصحاب الخارج ما فيش توري توري قومي تغسوا خمانة ويني الدعوه تنقص في صين غميم والو باللعنة سنوخر خو عظم توري سن تجندير مطاشن ترت ايام اربع ايام فوح وسط دوينات شو والو خصن بوضع صنع اخوان قليلو نيديوسي شو سي هو موجود دي فرنسا غير ذي اني عند تيامون لكن التوسي شاء مين اخ العائلة؟ اش العائلة وكيسبو التك يا حبيبي بالرجولة والله اش غالي الوالد 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 ها الحوري تبارك الله واخا سقع حظا روح غزر فغ اش 270 الف الحمد لله اللهم بارك اللذة اوسي غدرو طارق يا عفا الشيخ بورففن قلت واخذ مغذير عيد العالم توالي ايه نظر ايه اصحاب النظر بالخارج قوالو قويس كيبون نظر قيقص اصحاب الخارج تيتي زامون هذي نور خويا مون شوية نتحبا يا مون كنتي مقرا النيفو طالع شوي ايه قشقا مغذاني تاني توالي